السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم مرة تانية في الدرس الرابع من الوحدة الرابعة بتاعتنا، واللي كان عنوانها Where do you live؟ Where do you live يعني أين تعيش؟ طبعا في الدرس الرابع بيكلمني عن الريدينج وكمان عن الرايتينج. تعالوا كده نبدأ بالكلمات بتاعتنا، بس قبل ما نبدأ بالكلمات لو ما كنتش مشترك يلا اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية إن شاء الله. ولو حابب تدعم قناتنا ممكن تفعل زر الانتساب اللي موجود جنب زر الاشتراك. تعالوا يلا نبدأ بالكي فوكابيلاري اللي موجودة في الدرس بتاعنا. أول كلمة كلمة بيتش، بيتش يعني الشاطئ. upside down، upside down، upside down يعني مقلوب رأسا على عقب. the Sahara desert، the Sahara desert يعني الصحراء الكبرى. سهل حشيش، سهل حشيش، سهل حشيش حبيبي اللي هو سهل حشيش في الغردقة. bazaar، bazaar يعني بازار وده سوق تجاري. سفاريز، سفاريز يعني رحلات سفاري. ريستورانت، ريستورانت، ريستورانت يعني مطعم. برايتون بير، برايتون بير، برايتون بير رصيف ميناء برايتون. تعالوا يلا حبايبي نشوف الاكسترا فوكابيولري اللي هو مديها لي. عندنا كلمه رايدز، رايدز يعني العاب الملاهي او جولات. فوتو، فوتو يعني صوره فوتوغرافيه. ذا ريتسي، ذا ريتسي البحر الاحمر. تورست، tourist يعني سايح. map، map يعني خريطة. diagram، diagram، diagram يعني رسم بياني. fact، fact يعني حقيقة. drawings، drawings يعني رسومات. hurghada، hurghada، hurghada يعني مدينة الغردقة. town، town، town يعني مدينة صغيرة. تعالوا نشوف حبايبي أهم الاكسبريشنز والبريبوزيشنز اللي هو مديها لي. in the east of Egypt، in the east of Egypt يعني في شرق مصر. on the Red Sea، on the Red Sea يعني على ساحل البحر الأحمر. there are lots of interesting things to do، there are lots of interesting things to do يعني هناك الكثير من الأشياء الممتعة لتقوم بها. it's a great fun، it's a great fun يعني إنها متعة كبيرة. a very unusual house، a very unusual house. go on safaris، go on safaris، go on safaris معناه يذهب في رحلات سفاري. تعالوا حبايبي نشوف اول كويز معانا واللي بيديها لي بناء على حفظي للكلمات. اول كلمه حبايبي طبعا كلمه بيتش، وبيتش حبايبي بمعنى شاطئ. تاني كلمه كلمه ريستورانت، ريستورانت حبايبي بمعنى مطعم. طيب اللي بعدها كلمه ستور، ستور حبايبي بمعنى متجر. اللي بعدها كلمه بازار، بازار حبيبي بمعنى بازار او سوق تجاري. تعال نشوف السؤال الثاني يلا، بيقول لي رتب الكلمات دي. اول كلمه طبعا حبيبي هي كلمه سايح، وقلنا سايح حبيبي بمعنى tourist، تي او يو ار اي اس تي. طب اللي بعدها كلمه رايد، ورايد حبيبي هنا بمعنى لعبه في الملاهي. طيب اللي بعدها كلمه تاون، وقلنا تاون حبيبي يعني مدينه صغيره، اما المدينه الكبيره حبيبي اسمها سيتي، سيتي. طبعا تحت حبايبي في صفحة 212 مديني بعض النصايح اللي من خلالها اخلي التكست بتاعي، النص بتاعي interesting يعني مهم. قال لي اول حاجة a photo of you، بحط الصورة ليا، بحط some photos. a map، بحط خريطة. interesting facts، بكتب حقائق ممتعة. bold text to highlight interesting information، طبعا النص بخط واضح وتقيل. bold يا حبايبي يعني خط تقيل عريض يعني عشان اسلط الضوء على المعلومات الشيقة. طبعا في صفحة 213 مديني فاكت فايل، ملف حقائق كده عن هيرجادا يعني عن مدينة الغردقة. فبقول لي city هيرجادا، where is it؟ قال لي in the east of Egypt يعني في شرق مصر. how many people live there يعني كم عدد الناس اللي عايشين هناك؟ قال لي about 190,000 people يعني 190 ألف شخص. طب interesting places in Hurghada، طبعا الأماكن الشيقة في الغردقة. قال beach شاطئ، some beautiful houses منازل جميلة، سهل حشيش، and bazaars. المفروض تحت بقى حبايبي من خلال الفاكت فايل ده بقدر أكمل المعلومات عن التكست اللي هو جايبولي عن Hurghada الغردقة. مديني كلمة east يعني شرق، مديني كلمة houses يعني منازل، مديني كلمة هرجادة قلنا ليه الغردقة، ومديني بيتش يعني شاطئ. تعالوا كده نقرأ مع بعض. بقولي هاي اي ام مريم،
بتقول أهلا أنا مريم. I live in a city called E. بتقول أنا عايشة في مدينة اسمها إيه؟ أكيد طبعا هي الغردقة، فهقول هرجادة. It's in the of Egypt on the Red Sea. طبعا قلنا حبايبي فين؟ برافو عليكم، في شرق مصر. من the east of Egypt on the Red Sea. It's a big city and about 190,000 people live here. يعني هي مدينة كبيرة، حوالي 190,000 شخص عايشين فيها. In Hurghada يعني في الغردقة there is a and there are lots of interesting things to do. بقول في الغردقة في ايه وفي حاجات كتيرة تقدر تعملها. طب يا ترى هقول a beach ولا a houses؟ هتقول لا مستر، houses دي اسم جمع ما ينفعش احط قبلها فهقول a beach يعني في شاطئ. and there are lots of interesting things to do، في حاجات كتير شيقة تعملها. there is the Sahara desert where lots of tourists go on safaris. طبعا هناك الصحراء الكبرى اللي السياح بيبي بيعملوا فيها جولات سفاري. we have سهل حشيش in the south of Hurghada. في جنوب الغردقة في سهل حشيش. it has some beautiful a and interesting bazaars. اكيد في بعض البيوت الجميلة، يبقى beautiful houses، houses حبايبي منازل، بعض المنازل الجميلة وكمان الاسواق التجارية الجميلة. طبعا هنا شكل ما قلنا حبايبي عشان اخلي التكست كويس حطت الصورة، يعني مريم حطت صورتها، وبعد كده حطت خريطة، الخريطة دي فيها مدينة الغردقة، وبعدين حطت صور كمان للآثار للأماكن اللي أنا أقدر أزورها حبيبي في مدينة الغردقة، وبكده يبقى التكست بتاعي ماله شيق. تعال حبيبي في صفحة 214 شكل ما مريم اتكلمت عن الغردقة، فهنشوف صديقنا أليكس وهو بيتكلم عن برايتون. المفروض ان انا هقرأ واعمل العكس، يعني احط الحقائق بتاعتي في الجدول. قول هاي اي ام أليكس، اهلا انا أليكس. I live in a city called Brighton، يعني عايش في مدينة اسمها برايتون. It's in the south of England، دي في جنوب انجلترا. It's a small city، دي مدينة صغيرة. And about 200,000 people live here. يعني 200,000 شخص عايشين هنا. In Brighton there is a beach. في شاطئ شكل الغردقة كده. And there are lots of cool stores. يعني فيها متاجر جميلة. And restaurants ومطاعم. Lots of tourists come to my town to go to the beach. كتير من السياح بيجوا مدينتي عشان يروحوا الشاطئ. We also have Brighton Pier. عندنا كمان رصيف ميناء برايتون. There are many games and rides for children here. في هنا ألعاب وملاهي كتير للأطفال. We also have a very unusual house in Brighton. عندنا منزل غريب في برايتون. ليه غريب؟ قال لي the upside down house. It's a great fun. المنزل المقلوب يعني راسه تحت وقعدته فوق، وده بيقول لي شيء ممتع جدا. طبعا شكل ما قلنا حط صورة لي وكمان حط خريطة وحط صور الأماكن اللي أنا زورها. ادي برايتون بيتش، ادي برايتون بير، ادي the upside down house in برايتون. تعالوا حبيبي بقى نكمل الجدول ده شكل ما هو اتكلم عن مدينة برايتون. فبقول لي التاون بتاعتي، أكيد هقول له التاون بتاعتي اسمها برايتون. بعد كده بقول لي where is it، يا ترى هي فين؟ احنا قلنا south of England، يعني حبايبي في جنوب انجلترا. طيب how many people live there؟ قلنا حبايبي اللي عايشين هناك 200,000، يعني 200,000 people، 200,000 شخص. طيب تعالوا نشوف interesting things in Brighton. احنا قلنا بقى الحاجات الشيقة في برايتون، قلنا بيتش، في هناك حبايبي شاطئ، وفي كمان برايتون بير، وفي كمان the up side down house. تاني the upside down house، the upside down house يعني المنزل المقلوب.
تعالوا نشوف حبايبي، يلا الجنرال اكسرسايزز اللي موجوده في صفحه 215. طبعا اول سؤال حبايبي هو السؤال الليسننج، بيتكلم لي عن ريهام، بتقول ام ريهام اي ليف ان هرجاده، there are many beautiful houses and interesting bazaars here. There is the Sahara Desert where a lot of tourists go on safaris. تعالوا نشوف بقى حبايبي السؤال الاولاني، بيقول ريهام lives in هرجاده، هتقول لي ايوه طبعا هي عايشه في الغردقه. طيب tourists go on safaris in the Sahara Desert، هتقول لي true ايوه طبعا. طب there are interesting bazaars in Luxor، في الاقصر، هتقول لي لا طبعا دي الغردقه، يبقى false. على حبايبي يلا نشوف سؤال التوصيل، بيقولي I live in a city called يعني أنا عايش في مدينة اسمها أكيد حقول هرجادة الغردقة. You can go on أنت ممكن تذهب في إيه؟ قلنا في رحلات سفاري في الصحراء الكبرى، يبقى إذن حقول You can go on safaris in the Sahara Desert. طب تعال نشوف نمبر 3، بيقولي هرجادة is in طب قلنا الغردقة دي فين؟ في شرق مصر، يبقى هقول in the east of Egypt يعني في شرق مصر، هكتب عليها number 3. طب where حبايبي ده سؤال، مفيش هنا سؤال غير ده، يبقى where is هرجاده يعني اين الغردقة. number 5 بيقول there is many games and rides يعني في العاب كتير ومراجيح، لمين حبايبي؟ هتقول لي للأطفال، فإذا هقول for children تاني for children يعني للأطفال. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال الترتيب، بيقول go of lots safaris tourists on، طبعا عايز أقول كثير من السياح بيذهبوا في رحلات سفاري، يبقى إذا هقول lots of tourists يعني كثير من السياح go on safaris يعني بيذهبوا في رحلات سفاري. طيب نمبر 2 بيقول ان ليف هاو بيبل ماني هرجاده، طبعا عايز اقول كم عدد الناس اللي بتعيش في الغردقه، يبقى هقول هاو ماني بيبل، يبقى كده كم عدد الناس. طب يعيش يعني ايه؟ هتقول ليف، يبقى هاو ماني بيبل، ان هاو ماني حبايبي لازم يجي وراها اسم جمع، يبقى هاو ماني بيبل ليف ان هرجاده يعني كم عدد الناس اللي عايشين في الغردقة. طب اللي بعدها نمبر 3 بيقول A very house have unusual we in Brighton، يبقى عايز اقول احنا عندنا بيت غريب جدا في برايتون، يبقى هقول we have الدرجة هتيجي الاول، يبقى A very unusual house، انا جبت الدرجة والصفة والاسم، وبعدين اقول حبايبي in Brighton يعني في مدينة Brighton. number 4 بقول in who lives هرجادة، عايز اقول مين اللي عايش في الغردقة، يبقى اذا هقول who يعيش يعني lives حرف الجر in، وبعدين اقول هرجادة تاني who lives in هرجادة يعني من يعيش في الغردقة، تاني who lives in هرجادة يعني من يعيش في الغردقة. تعالوا يلا حبايبي نروح لصفحة 216، القطعة بيقول Brighton is a small city in the south of England. About 200,000 people live there. In Brighton there is a beach and there are lots of cool stores and restaurants. Lots of tourists come to Brighton to go to the beach. تعالوا نشوف number 1 بيقول Brighton is in the of England. قلنا حبايبي إن Brighton دي في جنوب إنجلترا، يبقى south. Number 2 بيقول tourists come to Brighton to go to the E. طبعا قلنا السياح بيجوا برايتون عشان يروحوا فين؟ هتقول لي برافو عليك the beach الشاطئ. Number 3 بيقول the underlined word there، كلمة there دي حبايبي underlined يعني تحتها خط، يعني الكلمة اللي تحتها خط دي there refers to عايدة على مين؟ هتقول لي عايدة على برايتون يعني على مدينة برايتون. طب تعال نشوف السؤال الرابع، بيقول what are the interesting places in Brighton، يعني ما هي الاماكن الشيقه حبايبي في برايتون؟ قلنا الاماكن الشيقه في برايتون the beach الشاطئ comma stores يعني متاجر and restaurants، restaurants حبايبي بمعنى مطاعم
يبقى دي الاماكن الشيقه اللي موجوده هناك. نمبر 5 بيقول از برايتون ا بيج سيتي، يعني هل برايتون دي مدينه كبيره؟ هتقول لا مستر ده وقلي مدينه صغيره، يبقى اكيد هقول نو ات ازنت. نو ات ازنت، لا طبعا. ممكن اكمل اقول اتس ا سمول سيتي، يعني هي مدينه صغيره. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال بيقول لي هاو اي بيبل ليف ان برايتون؟ قال لي 200,000 بيبل، ده طبعا 200,000. 200,000 بيبل ليف ذير، طبعا يبقى هنا بيسال عن العدد وحسال العدد بهاو ميني. برافو عليكم. نمبر 2 بيقول لي يو كان جو اون اي ان ذا صحرا ديزرت، تقدر تروح فين في الصحراء الكبرى؟ اه يبقى انا اقدر اروح في رحلات سفاري، فهتقول لي يو كان جو اون سفاريز. نمبر 3 بيقول لي ليفز ان ارجادا مريم، اه طبعا الاجابه هنا مريم حبايبي، ومريم ده اسم عقلي يعني هسال عنه بهو يعني من. نمبر 4 بيقول لي ايه جادا ليف ان هرجادا، اه طبعا هنا ليف فعل في المصدر حبايبي، لما يكون في فعل في المصدر مستحيل اسال عنه باز ولا بار. طب يبقى مين؟ هتقول لي دو داز، هتقول لي غدا مفرد يبقى تاخد داز حبايبي، يبقى داز غدا ليف ان هرجادا. تعال نشوف اخر سؤال معانا، وسؤال بانكتويشن بيقول لي it's in the south of England. طبعا it الاي كابيتال حبايبي عشان في اول الكلام، is ما فيهاش حاجة. in the south of England لازم الاي كابيتال عشان اسم بلد طبعا، وفي الاخر هحط فلسطين يعني نقطة. وبكده حبايبي يبقى احنا انتهينا من دراسة الدرس الرابع، واللي كان بيكلمني فيه عن ازاي اوصف المدينة اللي انا عايش فيها، وكمان ازاي اوصف اهم الاماكن اللي موجودة فيها اللي تخلي الناس تحب تزورها. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. ولو كنت عايز تبقى من المشتركين بتاعنا المتميزين يلا فعل زر الانتساب اللي جنب زر الاشتراك، شير لكل زمالك عشان الكل يستفيد، واستنونا مع الحلقة الجاية في الدرس الخامس ان شاء الله. جود باي، السلام عليكم.